ايوه انا كنت اتصور. يعني هو نزلت عشان اشتري فانوس. اشتريت فانوس؟ اه يعني لسه اجيب واحد. كويس انا والله. هو رمضان السنه دي مختلف بس انا ثانويه عامه فمش حاسه بالدنيا شويه. ميرسي. بس يعني هو السنه دي يعني في امل ان دي تبقى احسن يعني، ومش الفوانيس اللي هي بتاعت الصين الرخ دول، لا يعني هم دول احسن. دول رمضان بتشتري فوانيس؟ مفيش رمضان بيقعد يشتري فوانيس. رمضان طيبين. رمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين. تصومي في رمضان؟ ان شاء الله. تفطري على اليمين؟ جميل طبعا، كل سنه بنيجي هنا عشان اجيب الفوانيس لادم وافرجه.